انت يوم بتي تاخذها رساله تحدي بتتحداهم هم اول، بتتحداهم هم، لا انا اقدر مثل ما انتم تعلمتوا انا بتعلم وبسوي. مساكم الله بالخير، والله يعطيكم الصحه والعافيه. اليوم نستضيف فنان من نوع خاص، فنان ما بنقول فنان رسم او فنان نجم تلفزيوني او فنان شامل، احنا بنستضيف فن من نوع خاص، فن قليل من الناس المتجهين صوبه لانه الفن المميز، فن السيرك. نستضيف معنا النجم حميد الظاهري، اول لاعب سيرك اماراتي حميد الظاهري. طبعا انا بعطيه الفرصه هو يتكلم وهو يشرح عن نفسه في البدايه، وبناخذ منه تفاصيل اتجاهه لهالفن اللي انا اقول عنه فن غريب وصعب ان تتجه له. اخونا حميد الظاهري شرفتنا، وانا سعيد جدا بلقائك لاني ما عندي خبره اصلا في هذا الفن، فلما دعيتك واتفقنا على هذا اللقاء انا اصلا اريد استفيد خبره منك. عرفنا اول شيء حميد الظاهري، منو حميد الظاهري؟ ان شاء الله مساك الله بالنور. والصراحه اخوي ابو مايد اشكرك على الضيافه الحلوه، وكم تسوى يعني الواحد يدعيك انه يبغى يستفيد ويتعلم، فنحن مسخرين لبعض مثل ما يقولون، انا اخذ منك وتاخذ مني كمعلومات كهذا، وان شاء الله اللي بقول ان شاء الله تستفيد منه والغير يستفيد منه بعد، ان شاء الله نوصلكم المعلومه. وياكم اخوكم حميد الظاهري كاول لاعب سيرك اماراتي. طبعا مجال السيرك يعني مثلا نحن في الدوله دوله الامارات شويه هذا المجال يعني لا موسم خاص، يعني في الفعاليات في المبادرات في المعارض، فنادر ما نسمع ان في سيرك فاتح في الامارات، يعني يمكن كل سنتين او ثلاث سنوات مره. فكنا نتحمس ان احنا نبغى نصير هالسيرك، نشوف العروض الخطيره مثل عروض الحيوانات، العروض اللي فيها تيم وورك كفريق كامل يشتغل، وتشوف عائله السيرك، يعني هاي عائله السيرك روحها عائله خاصه، ان كل حد يعلم الثاني وكل حد يساعد الثاني. فدخلت هذا المجال كنت انا انسق فعاليات، فكنا نحن نستفيد من الجالية الأجنبية، يعني نجيب أجانب يقدمون هالعروض، نادر ما نسمع إن في عربي يعني يقدم هالأشياء. وفي نفس الوقت سواء كنت أنا أو غيري نفكر إن كيف هالشخص يقدم هذه الأشياء، يعني يجيك حب فضول واستطلاع، كيف هالشخص يقدم هالأشياء، كيف هالشخص ما يخاف، كيف سوى هذه الأشياء الغريبة. فسبحان الله كنت أقدم يعني أعرض هالفعاليات، يعني شخص كان مغربي قال لي شو رايك تجرب تقدم هالشيء. قلت له لا صعبه وهذا ما اقدر يعني اقدم هالشيء وهذا. وسبحان الله نادر ما يجي واحد يقول لك سو او يعلمك، يعني نحن في مجال منافسه، يعني نادر ما يحد يعني ما يبغى يعلمك شغلته، وهالشيء حاصل بيننا بين العرب، يعني ما في حد يبغى يعلم الثاني، سواء يعني الدول كل دولة فيها الزين وفيها الشين، يعني التنافس هذا تنافس شريف يعني، فأكيد صحيح. أنا ما بيجي بقول لك سو مثلي هذا، فسبحان الله الله سخر لي هالإنسان. سبحان الله. إيه نعم، من كثر ما كنت أطلبه يعني فارتاح لي هالشخص، قال أنت ما شاء الله عليك تقدم عروض اللي هي مثل اليولا والرزيف، أشياء إماراتية يعني. نعم. كرزيف ويولا وهذه أشياء يعني في الفعاليات، هو قال لي ليش ما تجرب هالشيء، يمكن من هالشيء يعني هو شاف النظره في عيوني اني انا ابغى اتعلم هالشيء وانا سعيد بهالشيء، يعني عيونك هي تكلمت هي فكنت استحي اسالهم انت وين جبت الاغراض وين جبت لها. سبحان الله من الله اياها الانسان قال حميد جرب هالشيء. فانا يعني في مجالي يولا ورزيف، ف يعني شفت القطعه هي مجال مختلف يعني. بس في اشياء مشتركه سبحان الله، ما في خطوره هي المجال يعني ما شاء الله، ففي شيء مشترك، المشترك شو هو؟ انك انت توصل رساله سعاده للناس، يعني هي نعم الشيء هذا المشترك، الشيء الحلو هذا اللي حمسني، قلت خلني اجرب هالشيء. وسبحان الله يوم في عنده مثل عده، هي مثلها مثل وزنها مثل وزن الكلاشن،
كلاشن اليولا هذه. نعم نعم. فقلت ليش ما أجرب ألف هذه القطعة مثل الطريقة هذه إني ألف القطعة وشيها. فما كان يعني يبالها تدريب أو شيء، قلت خليني أجرب على حظي يعني. فجربت ألف وهذا وشيها، ضبطت وياي. قلت يلا، قال لي شوف أنت كيف فرحت بهالشيء، كيف شوف أنت يعني يعني البداية سويتها خلاص، الباقي عليك. فهو يعني هو دخلني هذا المجال واختفى. يعني هو حطك على بداية الطريق. بداية الطريق. أول خطوة. إيه. وكمل روحك. أيوة. عادة يلا أنت يوم يدش هالشيء في مجالك وهذا خلاص ما بترقد، مثل ما يقولون ما بترتاح إلا تبغى تعرف هالشيء شو هالشيء شو. فكنت أبحث في اليوتيوب، أبحث في الجوجل، أشوف الطريقة كيف. قمت أتعلم من اليوتيوب يعني أشوف الطريقة، وصارت فلعات وتعورنا وكبداية إصابات ضريبة يعني. فبس ما وقفني هالشيء لدرجة أن حتى يوم كانت تتيني أوردرات قلت خلني أنا أجرب أطلع، يمكن هالشيء من الناس بيحمسوني يعني كبداية أني ما أستحي أقدم هالشيء. فطلعت كبداية بس ما كانت هذه الخبرة يعني. بعد أشوف نظرة الناس مش هذه نظرة يعني الإعجاب. حسيت نفسك مبتدأ. مبتدأ هي هذه. أوكي. فشفت نظراتهم على أساس إنه بعدني مبتدأ يعني ما يخصني في هالسوالف. كبداية بتنكسر شوية يعني من كثر ما تشوف يعني شوي بيك برود. أنا مو بقد هالشيء. أنا مو بقد. يصيدك إحباط. إحباط شوي وهذا. بس أنت في نفس الوقت لا أبغى أتحدى. أبا يعني أنا يعني من كلامك أحس داخلك مثل بطل. بطل وأي بطل ما يطلع بطل. ما يطلع. لازم يعني يسوي رياضة صح. يسوي شيء يتقوى في المجال اللي هو يبغى. نعم. أنت صادق إحباط بس قاعد تسوي يعني مقاومة. في شيء ثاني. شيء صح. يعني يدفعك. في دافع. في دافع. للنجاح. نعم. في دافع. لا أنا بستمر. ونفسهم الناس اللي يعني أكثريتهم حتى اللي كانوا ينتقدون. نعم. الناس اللي هم خبرة في هذا المجال. نعم. اللي هو من الأجانب لا هذا ما يعرف هذا بعد هذا يعني هم اللي أصحاب هم اللي يكسرونك. أيه. عرفت أيه. فأنت يوم بتي تأخذها رسالة تحدي بتتحداهم هم أول بتتحداهم هم لا أنا أقدر مثل ما أنتوا تعلمتوا أنا بتعلم وبسوي. من حيث الأجانب كان عندهم دعم في هالسوالف إنه حتى في مدارسهم كانوا يدرسون هالشيء اللي هي حصص الرياضة حصص وكانوا يقدمون حفلات يعني في مواسم عندهم إنه مثلا يدربون الطلاب إنه يقدمون عرض مسرحي يدخلون هالمجال. نحن شوي هالشيء ناقص عندنا في المدارس. إيه يقولوا لك غنى متعودين يعني عليه متعودين على نلعب كرة قدم غنى غنى عرض مسرحي بسيط بسيط يعني مو 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 اللي يعني متعودين مو العادي يعني ان احنا لعب سيرك وبهلوان صح يعني شيء جديد علينا يعني وهالشيء اللي يفرح الواحد ان ولد بلاده ماشي في طريق ما حد مشى فيه يعني ويعني أحس شو إنه وايد كان عندك دافع للنجاح مو أي شخص أنا ما أمدحك بس هذا هو الصدق يعني إن أنت مثل ما يقول بنيت نفسك بنفسك وقاومت مثل ما تفضلت أي محاولات للإحباط وأي محاولات هاي لين ما وصلت ما شاء الله يعني أنا أقول قريب توصل للعالمية إذا استمريت على هذا الطريق يعني إن شاء الله يا رب. نعم أخوي حميد هل يعني أنت فكرت يوم من الأيام أن تلعب هالفن أو تدش هذا المجال يعني ياك يوم تقول شفت مقطع في الفيديو ترى كنا نشوف إحنا السيرك العالمي والسيرك يعني يا بالك يوم من الأيام أن أنت بتكون نجم في هالمجال كل يوم أحلم بهالشيء وانت صغير يعني وانا صغير لا وانا صغير يعني كنت ابغى اكون شيء يعني من صغير من انا صغير يعني كان عندي دافع ابغى اسوي شيء ابغى اكون الاول في شيء فكانت بدايتي فكرت في كرة القدم يعني بيني وبينك فكرت في كرة القدم هاي العادة العادة فكرت في كرة القدم ومشهور صح بس شوية يعني اللي مثلي وبكون صريح وياك انا مريض سكر فشوية يعني شوية مثل هالأمراض صعب أن تسوي أشياء
كبيره يعني، صعب ان مثلا النوادي يقبلونها يقولون لا ها مريض سكر ما ناخذه، عرفت يعني؟ فشوي واجهتني صعوبه في هالاشياء اني اروح اقدم في نادي ما يقبلوني يقولون لا ها مريض سكر، تعرف انت يخافون على الواحد انه يطيح تعبان عليهم او شيء، فوايد كنت ازعل من هالشيء. كنت كل ما اروح مكان اقدم يقولون لا هذا يعني غير لائق طبيا من حيث الرياضه هذه، صار محدود عندك هنا نعم، فصار محدود. فحبيت يعني وخلاص ونسيت الفكره اني اكون في شيء يعني ان كره القدم، خلاص كان طموحي كره القدم اكون لاعب وارفع راس دولتي وهذا، ما قدرت اسوي هالشيء. فسبحان الله الله يسخر لك شيء يعني ياخذ منك شيء ويعطيك شيء. نعم. فمع مر السنين ما شاء الله قمت فتح لي شركه خاصه اني انظم حفلات وفعاليات ومن هالامور، ودشيت هذا المجال يعني مجال السيرك مثل ما قلنا تو انه يا واحد مغربي وعلمني وهذا، والصراحه ولين اليوم اشكره ولين اليوم ادعي له يعني لولا الله ثم هو وثم الناس اللي وقفوا وياي انا ما وصلت لهذه المرحله. فهالشيء يعني ما حال بيني وبين المرض اللي انا فيه. والحمد لله يعني دشيت هذا المجال، ومثل ما قلت يعني ابى اكون الرقم واحد في هذا الشيء يعني. انا اشجعك، انا اشجعك على كلمتك ان ابى اكون رقم واحد. اذا كل انسان قال انا برقم واحد حتى لو طلع هو رقم اثنين وثلاث بس بعد احاول اني اوصل لرقم واحد. صح. مو بصعوبة أن توصل لرقم واحد، الصعوبة أن أنت تحافظ أن تكون بعدك رقم واحد في مجالك يعني. صح. وهذا شيء يدل على طموحك العالي يعني. أكيد. يا أخوي حميد صراحة يعني كلامك منطقي، كلامك يشجعني أنا شخصيا أن في مجالي أن أكون رقم واحد. لأن أنت تعاني من مرض مزمن، حصلت وايد إحباط عشان تكون نجم في هذا المجال هاي. ومثل ما تفضلت يمكن في ناس وايد ما تبغى تعطيك المعلومة، ما تبغى تعلمك في شيء لأن ممكن أنت تأخذ مكانه. تأخذ مكانه. ايه. صح. وهذا أكبر غلط. وهذا يعني أكبر غلط. المجال مفتوح للكل. الرزق من الله. مش من الله. نعم. أكيد. نعم. وحتى لو تلاحظ يعني هاي المنافسات موجودة، ممكن أنت تمر شارع 20 حلاق فيه. بس. صحيح. يمكن واحد اللي يحلق ويمكن ستة يحلقون. صحيح. وهذا يعني في النهاية هذا رزق يعني ما فيها، بالعكس أنا أشوف أخوي ناجح بشجعه. صحيح. بدعي له حتى لو كان مجالي. حتى لو مجالي ليش هذا الحقد؟ ليش يعني. هنا الرزق يجيك وين ما تكون. صحيح. يعني اذا الله كاتب لك رزق يجيك يجيك يعني. بس انا فهمت من كلامك اخوي حميد قبل اللقاء هذا ان انت ما تسعى للماده في مجالك. طبعا. صحيح. الماده مهمه. نعم. الماده مهمه، انا لبسي وتكلفه عندي وكل شيء، ليش لا انا احصل مدخول من اللي انا فيه يعني. صحيح. بس طموع رايك او انت في قلبك ان انت تبغى اول شيء تسعد الناس. حصلت ماده خير وبركه، ما حصلت بعد نجاحي اشوف الناس تضحك ومستانسه. هذا شيء حلو ان تقول هالكلام هذا. هل هالهوايه اخوي حميد مكلفه يعني ملابس ومعدات، هل تكلفك هالشيء؟ صراحه تكلف وايد يعني، مش ان انا اقول لك مرات احرم عمري في الشهر ان نص المبلغ يروح على هالاشياء يعني. وانا من النوع اللي احب اطور نفسي يعني، كل مره اشوف شيء جديد فيكلف. ان هالاشياء مش موجوده عندنا في الامارات، كلها من برا الامارات، كلها من برا، سواء من روسيا من الصين منها، وكل بلد له سعر خاص يعني. فشوي يكلف، وعشان انت تكون مميز تدور شيء ما حد عنده. ما شاء الله تجدد من روحك وما شاء الله في الامارات عندنا كارتست كفنانين في هذا المجال. نعم. فوق 500. فأنت كيف بتغلب 500 هذه؟ أنك يعني تشوف شيء ما حد عنده، تشوف شيء ها فبين يعني على طول تتم تدور أشياء جديدة يعني. إيه نعم. وفي نفس الوقت تكون لك الاسم يعني، إن الاسم إن الناس يسمعون فيه يقولون هي هذا هو اللي نحن نعرفه. فأنا طلعت باسم ليزرمان، مو في سوبرمان باتمان وهذا الشخصيات هالاطفال يحبونه. نعم. فقلت خلني ادور اسم ما حد يعني. حلو حلو. ما حد، قلت خلني اطلع بفكره ان شخصيه يحبونها الصغار سواء صغار او كبار يعني. ان ما شاء الله العروض اللي انا اقدمها حتى الكبار يستانسون عليها قبل الصغار. فطلعت بهالاسم ليزرمان انه شيء يخص عروضي يعني هذا. وفي نفس الوقت ابغى شخصيه حتى لو احولها كرتونيه كبطل. حلو. ابغى اوصل رساله للناس ان في بطل في الامارات موجود.
اللي هو الليزر مان يعني مثل ما قلت سوبر مان صدق يعني. فأكون شخصية كرتونية يعني ان الصغار يعتزون يعني يتقيدون فيها يعني ان ياخذوني كقدوة ياخذوني ان شيء يحمسهم ان يقدمون شيء سواء كان المسرح سواء كان في بيتهم في حفلاتهم فيها يعني خلاص عندهم الدافع عندهم التشجيع يقدمون شيء لو انه شيء بسيط. صحيح. على طاري الاطفال بس عشان ننوه انه مو تشوفون ليزر مان قاعد يسوي شيء يلا بروح اقلده هذا ما سوى هالشيء الا بعد تعب بعد تعليم ما في تقليد. تبون شيء الريال موجود ترفعون السماعه ترشون له مسج وهو ينسق وياكم. اعتقد ان انت ما عندك مانع. انا لا لا بالعكس انا اقدم ورش او ورش اعلم الصغار واعلم الكبار اقدم ورش وكنت اطلع مع جروبات نسير رحلات جبليه هايكات ومن هالامور ان نصعدها فكنا كل ما نخلص مكان يعني انا بوصل الرساله هذه للناس فشو اسوي اروح اقدم ورش ومجانيه. والله يعني تخيل انت عندك 50 واحد تعلم الاشياء اللي انت تسويها لا حط انه في بالي يغلبك في شيء على فكره ما حطيت هالشيء في بالي ان الانسان شوف في قاعده بقولها اللي مثلك 40 واحد يفكرون بس منو اللي يتجدى يعني منو اللي يوصل اللي يتجدى اول صح أكيد. وممكن اللي يتجدى اول يعلم اللي قبله بس يوم بيعلم اللي قبله هو يتجدى خطوتين قدام. فانا هالتفكير اللي افكر فيه دوم حتى لو بعلمه بس اوصل له الرساله لو كان شيء بسيط خله بالعكس المنافسه شريفه وبالعكس شرف يوم تشوف حالثاني مثلي يتعلم ليش انا تعبت في هالشيء ليش انا اخلي غيري يتعب برأيي خله زين بس الحين لو ياك واحد قال لك يا ليزر مان يا اخوي حميد علمني هذا من البدايه للنهايه خلال شهر انت تعلمت على مدار سنوات صح انت بتعلمه خلال شهر ما تتكلم بينك وبين نفسك تقول انا الحين سنوات متعلم وهاي الحين اعطي خبرتي هاي كلها خلال شهر وعنده امكانيات انت عارف ان عنده امكانيات صح ممكن اكيد بيغلبني بتعلمه او لا وخليك صريح صريحه ايه؟ والله علمه متاكد ولينا اليوم عندي جروبات عندي جروبات والله علمتهم وصاروا مميزين عني في دولتهم يعني وصلوا من برا والله وصلوا لي من برا تعنوا لي من برا لين عندي عشان يتعلمون هالشيء وشوف ما شاء الله عليهم انفتح لهم باب رزق دام انفتح له باب رزق انا راضي بيني وبين ربي والله بيوفقك معنا هذا هو شوف انا ساعدت انسان يعني من عقب الله ومن عقب حماسه هو ساعدتهم وانا اعتبر الثالث ان فتحت له باب رزق اني علمته ما شاء الله اعطيته يعني اعطيته وظيفه يشد حيله فيها وكل اريح وبالعكس فانت تخيل كل ما يترزق يعني اكيد انا بيجي في باله وبيدعي لي يعني هاي روحك اني تركت بصمه حلوه في حياته وساعدته عيل انا على هالكلامك ابغاك تعلمني مره تم تبا من اليوم ان شاء الله انا حاضر من اليوم بعد ان شاء الله الله يطول لي عمرك. زين اخوي حميد دائما الواحد يدور له معلم عشان يتعلم منه استاذ وكل شيء انا سالته قبل اللقاء وين تعلمت قلت لي من اليوتيوب انا اشوف تعليم من اليوتيوب صراحه صعب بتقول لي كيف صعب الحين واحد يقول لك انا بدرس لغه انجليزيه يعني الكل يقول لي ايش يوتيوب في دروس وحط لك مايك وكل شيء بس انا اشوفه صعب كلغه انا عن نفسي شخصيا انا اشوفه صعب انت تعلمت فن تقول لي من يوتيوب اشرح لي اياها شوف اول شيء قبل لا تتعلم الهدف انت حاط هدف في بالك يعني حاط هدف تبى توصل له هذا الهدف شو اللي انا كان عندي هدف اني اكون اول لاعب سيرك اماراتي الهدف الهدف ما يا من فراغ ما يا من شيء ف انا وياك كل شيء كان صعب كل شيء كبدايه تعليم اليوتيوب كان صعب يمكن لو اقول لك شيء ما بتصدقه الفيديوهات اللي انا كنت اشوفها كانت بالروسي انا ما افهم روسي زين شو سويت طيب؟ اتابع ايده لدرجه كنت ابطل فيديو اشوف ايده كيف يحركها تخيلوا وياي هالشيء ان مثلا شفتوا هالايد صارت هاي
لا انا اخليها تمشي ثانيه تبطل حركه يعني. ابطل حركه لدرجه اوصل كيف طبعا هذا شريط جراندايزر على ميودنا من 10 دقائق. وهذا الصراحه اشكرك على هاي الهديه الحلوه ما قصرت ولا كنت داخل هالشريط وانا طلعت. شوفوا حتى البدله مال دوك فليت يعطيك العافيه. الله يحفيك ان شاء الله. فصعب تعورت احترقت والله بيني وبينكم احترقت. لا تقلدون احنا نريد نقول لا تقلدون. هذا انسان محترف بس يعلمكم كيف تعلم. تفضل. وبعدني اتعلم. انا ما اقول لكم محترف 100% لا بل بالعكس. هذا المجال يوميا لازم تمارسه هذا المجال. ليش؟ لان انت بعد ما بتوصل لمرحله الاحتراف بعد يباله وقت. لدرجه انا حتى سعيت للشهاده وبوثق هالشيء بشهاده. حلو. اني اروح لسيرك وبقى اشتغل في سيرك يعني. شفت مثل خيمه السيرك. نعم. مثل السيرك القومي اللي في مصر، السيرك الروسي، الصين. فانت تخيل في الامارات عندك هالشيء يقولوا لك السيرك الاماراتي. بس كل شيء ترى اخوي حميد بدا بحلم بعدين تحقق. اذا ما تحلم عمرك ما تحقق. او الهدف. الهدف لا. حلم هدف صحيح التحقيق التسعة. نعم يعني والله انت الحين صرت قاعد تعطيني درس في تحقيق الهدف. نسينا الفن. نعم. قاعد تعطيني كلام كيف تحقق حلمك يعني. صح. نعم. الرساله هذه اللي نبغى نوصلها. الرساله هي يعني ما في من شيء اي صعب. شيء ما في شيء صعب. وحتى لو من شيء بسيط ممكن تترزق. انا ما اطري لك ان احنا هاي الشغله ان 100% رزق. لا هذا المجال اللي انا دشيته والله يعني الله يشهد على هالشيء كنت اسعد وايد ناس فيه. قدمت مبادرات. المبادرات هذه كلفتني انا بس ما كلفت غيري. بس كلفتني وبأسعد هالناس. مثل مبادرات كانت خاصه لاصحاب الهمم. كنت اروح اتعنى من مكان لمكان والله بس عشان اسعدهم. وكنت حتى اعلمهم يعني كنت اعطيهم دافع ان يحركون ايدهم يسوون نفس الحركات اللي انا اسويها. رحت لكبار السن كبار المسنين من كل اماره ما شاء الله كانوا يسقون تعال حياك نباك تقدم عرض. زين المبادرات اللي هي الخاصة بالأيتام يعني هالأيتام روحها كم تسوى أنت سار تسعدهم. تسعدهم ترسم الابتسامة هاي الابتسامة روحها شهادة. أنت ما تتريى شهادة يعني رايح دافع عليها فلوس وتتألم. الشهادة من الناس نحن ناخذها أن الناس تذكرك. مرة أنا قدمت عرض تقريبا يمكن قبل 3 سنوات 4 سنوات في مركز أيتام في الشارجة. نعم. ما توقعت انه مثل هالايتام يعني انه يحفظوني. خلاص يا انسان قدم عرض وسار. نعم. من سنتين اول ايام كورونا نفس المركز زقروني اني افتح زوم اقدم عروض عن طريق زوم يعني بدال لا اروح لهم يعني. شوف لاي درجه انه حتى لو انا بعيد عنكم بقدم يعني. ما ما في شيء يغلبنا. ما نسوك يعني. هنا يعني قلت الحمد لله هذا. فرحت قدمت في الزوم. والزوم طبعا انت عارف نظام اني فيديو من بعيد. وهذا والله ما قص عليك يا ابو مايد. فرحة في هذا اليوم يعني ما تنوصف. تخيل فتحت والكلام من سنتين يعني قبل العرض هذا سنتين انا اخر مرة مقدم كلهم ليزر مان هذا اللي قدم عندنا هذا يعني صدق يعني فرحت انهم يذكروني بعدم يعني. صح انا تركت شيء حلو بحياتهم. يا سلام. واستانسوا وقدمت العرض عن طريق الزوم وانا بعيد عنهم. يعني تخيل انت حتى لو برا البلاد انا ممكن اسعدك وانت برا البلاد. يا سلام. عن طريق يعني سبحان الله كل المجالات موجوده يعني ما شاء الله. فهذه الرساله يعني اللي انت تسعد الناس وماخذ مجال يعني الناس كلها مجال تذكرك. مجال حلو صراحة. صح. ونحن متعودين حتى يوم نشوف الأجانب هذه يون المولات من بعيد لبعيد يعني ما يصير كونتاكت ما يصير تواصل بينك وبينهم. يا واحد قدم عرض وروح. ايه يعني جاف. جاف خلاص. إيه جاف. يا يترزق ياخذ رزقه ويصير. مثل ماكينة تشغل يخلص وروح يعني. ما في شيء. ونادر ما تلقى حد يعني اللي هو مثل المهرج مثلها. هذا ممكن او خفه اليد ما بنقول ساحة. خفه اليد يوصل للصغار يعلمهم. بس بعد مش اللي يعطي الصغير دافع غير يوم بيجيك واحد
منك وفيك يعني ولد البلد. تقدم الشيء بإحساس. بإحساس. تقدم الشيء تبى تدخل اللي تقدمه في قلوب الناس. صح. ما تقدم الشيء عشان بس يشوفون هالشيء. نعم. أنت معناته تقدم الشيء عشان يدخل القلب، مو صح. يدخل بس في المخ يعني. نعم. يخليه موجود في قلب كل إنسان يعني. هذا هو صح. عرفت؟ هذا هو الفن. هذا نعم. الفن ترى مو كل واحد يقدر يسوي شيء يعني، كل واحد يقدر يقدم شيء، بس هل هالشيء ترك أثر في الناس أو لا؟ مثل ما تفضلت أنا تقول قدمت على زوم والناس لهال حبوا هالشيء وعرفوني هذا شيء جميل يعني، يعني صراحة تشكر عليه يعني. زين اخوي ليزر مان بس ليزر خلاص ليزر مو بجراندايز ليزر مان. ليزر مان. شو اصعب شيء واجهته في هالشيء يعني؟ مجال جديد، مجال مكلف يعني، ما بنقول والله الماده هي اللي اصعب شيء، اكيد واجهتك صعاب انت في طريقك يعني. اصعب شيء، اصعب شيء تجاوزته يعني، اصعب شيء شو هو؟ شويه انتقادات من الاهل، هذا اصعب شيء صدقني في كل المجال. يمكن يخافون عليك هنا. يعني مجال شوي هم ياخذونه كخوف. ومثل ما قلت لك ان انا فيني السكر يعني، خذوها بدايه وايد بتعب يمكن من هالشيء، يمكن يكون هالتعب مو مثل تعب قبل وانا على عمر كبير يعني، ما تعلمته من وانا صغير، ف وبدون مدرب وبدون تنسيق، فخافوا علي كبدايه وخافوا ان الناس انت كيف تطلع على المسرح، ها اكثر كلامي يعني، كيف تطلع عليك ولا تتعب ولا شيء واحنا بعيد عنك صح. يعني خوف ويخافون يعني. حتى من انتقادات الناس مثلا، ولدكم سوى شيء، ليش تخلون ولدكم يطلع شيء مثلا يعني، هذا اصعب شيء صراحه. فانت كيف تقنعهم، تقنعهم بنجاحاتك؟ لا تقول لهم لا بسوي وان شاء الله بتشوفون انا شو بكون بعدين. فتميت اول سنه، ثاني سنه نفس الشيء يعني، هذا فما شاء الله وصلت لمرحله اني قمت قد يعني يطلبوني من برا اقدم عروض خارج الدوله. والله تستاهل. وصلت يعني كاول سفره، وما انسى هاي السفره كانت للسعوديه. حلو. ورحت العيد استانس وياهم يعني، ما استانست هني، لا رحت اونس الناس اللي في السعوديه يعني. يا سلام. رحت قد سبعة ايام اني رحت على اهلي خليتهم، وهذا بس على اساس تحقيق الهدف، قلت ما علي بتعنى لو سبعة ايام ما بستانس في العيد، وناستي من وناست الناس بروح اسعد الناس اللي هناك. فكانت هذه اول سفره، شوي شوي ها اقتنعوا، قالوا ما شاء الله يعني وصلت لهذا. الناس قامت تتكلم عني يعني، مثلا يشوفون فيديوهاتي في السناب شات، مرات الوالدة عندي ما شاء الله تنزل فيديوهاتي يوم انا قد، يقولون هي هذا نعرفه، هذا قدم هني، هذا سوى هني، والله ولدكم فخلاص قامت تتيهم الإيجابية شوي شوي لين ما اقتنعوا يعني، الحمد لله يعني. اول هدف اني اقنعهم. زين على طاري الوالد والوالدة، لو منعوك يا فلان ما نبغاك تسوي هالشيء شو؟ لا شوف رضا الوالدين اهم شيء. زين ترى هذه هي يبتع العوق، فانت كيف تقنعهم؟ مثل ما كبدايه يمكن انت بتوقف عن هالشيء، بتوقف ان انت تقول رضا الوالدين يعني، انه خلاص ما بسوي شيء يزعلهم. هم ما منعوني يعني، هم كبدايه مش منعوني، انه يعني ما قالوا لي وقف لا تسوي يعني الله حق يعني، ما قالوا لي وقف إلس في البيت، لا عيب لا تطلع لا تسوي، ما طروا لي هالموضوع، قالوا لي حاول تخف، حاول ما تطلع قدام الناس وايد، حاول ان مثلا تهتم بصحتك يعني، يمكن شوي على عمرك. فمن هالشيء يعني كبداية انا وقفت، بس كانوا يشوفوني في البيت كل يوم اتعلم والله لدرجة اني كسرت الليتات حتى يعني، بس يعني شافوني من كثر ما انا اتعلم في البيت، بعدين شوي شوي قالها قام يتعب عمره يعني في البيت يتدرب وكسر البيت، خليه يروح احسن يبغى يفتكونها، لدرجة كنت اشغل مسجل يعني على اساس انه شوية في اغاني في اشياء معينة، الوالد كان يعصب ليش مشغل اغاني ليش، فهاي من الاشياء المضحكة يعني، الاشياء اللي اللي واجهناها. يلا سير برا عشان ما شغل اغاني. اقول لك ليزر مان بعدك ما جاوبت، انا اقول لك لو منعوك لحين، منعوك منعا باتا وانت عندك هالهوايه، بتوقف او لا، او بالخش بتسويها؟ لا بوقف اكيد اكيد، انا مستعد بوقف،
لكن ممكن اوصل هي، لكن لان شوف انت ما بتنجح من عقب الله ومن رضا الوالدين. صحيح. انت ما يعني شوف سبحان الله، وهالشيء واجهنا قبل يعني يتنا ويت لكل انسان، اهله ما رضوا عنه ما نجح. صحيح صح، انا بوصل لهالشيء. اهله ما رضوا ما نجح، حتى لو سوى بالدسة وينك وين ربك؟ صحيح. وينك وين رضا الوالدين؟ صحيح، مع ان انت ما تسوي شيء غلط بس رضا الوالدين مهم. صح، عرفت كيف؟ مهم. انا طبعا سالتك السؤال لانه مجالك غريب صراحه، اقول لك فن غريب، لا انت رسام او لا انت مذيع اعلامي، فن غريب علينا صراحه يعني. فن يعني انا الحين مثلا لو رحت مول او شيء وشفتك ما اعرفك ما بقول اماراتي يعني. صح صراحة، لأنه مو مالنا يعني، مو فننا يعني، مو متعودين عليه. مثل ما تفضلت أنت أن مدارس الأجانب يعلمونهم السوالف هاي، إحنا مدارسنا ما شاء الله يعني مو مقصرين، كرة قدم، طائرة، سلة، جمباز، كاراتيه، مش بس الروتين متعودين عليه يعني، اللي متعودين عليه صح يعني. أنت طلعت يعني خط طريق، كسرت القواعد، قاعدة غريبة يعني. وصراحة شيء حلو يعني كبداية، أنت اول مواطن في هالمجال اكيد بيصير ثاني واحد ثالث واحد يعني، دخلت شيء ما كان عندنا يعني. وهذا صراحه بعد انجاز يحسب لك يعني، انجاز حلو يعني صراحه. سؤالنا الحين سؤال شوي يعني، خذ راحتك مره الامور طيبه. بتستمر في هالشيء ان شاء الله؟ وهل الشيء هذا ليه سن معين ولازم اوقف عنه؟ يعني كل رياضي أو كل فنان أو كل شيء يجي فترة يقول خلاص بعتزل، بس وكل فن له وقت معين ويوقف، مثل ما تكلمنا قبل يعني كل فنان يجي وقت خلاص. أنت بتوقف في حاط بالك والله أنا إذا وصلت عمري شيء بوقف؟ مثل ما يقولون شو مو بالعمر، اللي هو الرقم مو بالعمر. زين يعني العمر مجرد رقم، مجرد رقم مثل ما يقولون العمر مجرد رقم. حتى لو وقفت سبحان يعني، نحن حياتنا معروفة يعني، حتى يعني لا تلومني على هالكلام اللي بقوله، أنا كمريض أنا مو بعرف باكر شو يستوي يعني، بس اللي علي إني أكمل أستمر. سواء وصلت لعمر معين وأوقف، يمكن في الكبار يمكن على 40 ما بحدد رقم، إن شاء الله الله يطول بعمارنا مثل ما يقولون. الله يطول بعمارنا. الهدف هدفي حاليا أني أفتح مدرسة سيرك. لو أنا ما وقف، لو أنا وقفت بس شو رسالتي تستمر. أيوة يعني انت بس يتم تبقى اسمي، تبغى تحط بدايه الشيء. والله يطول عمرك ويطول عمر الناس كلها يعني، اكيد بس كنا موجودين او لا، هاي المدرسه تطلع مواهب تطلع. ما مشكله، ما عندنا هالمدارس. صح عندنا يمكن مدرسه فن ممثلين، عندنا مدرسه اغاني، بس ما نسمع يعني، ما نسمع عنها كم مجال جديد. يعني لا، حتى الفن التمثيل يعني في ما شاء الله مسارح في هذا، وعاطينا حقها يعني، ما اقول لك ما بعطينا حقها، بس يعني مثلا ما تسمع مثلا يقول لك صغير انا ابغى اطلع اسير اتعلم في هذه المدرسه، ان ما في مدرسه معروفه يعني كمدرسه معروفه. صحيح. صحيح. مثلا ما بسير مدرسه الاماره الفلانيه عشان اتعلم الفن. ما في هالاشياء يعني. فانا ابغى اسوي السيرك، لان عمره ما صارت في الامارات مدرسه سيرك. والسيرك هذا قصدي مش ان السيرك يعني كسيرك اقدم بس عروض سيرك، لا انا ابغى اطلع فنون. ترى حتى الموسيقى تدش في مجال السيرك. صحيح. ممكن وانت تعزف تسوي حركات تخص السيرك يعني. السيرك مش انه بس هاي عروضي انا اللي انا اقدمها كعروض خطره، لا السيرك معناته مجال مسرحي، مجال عرض، مجال انك توصل رساله للناس يعني. انك تفرحهم وتسعدهم، فهذا الشيء. وكفنون ما عندنا شهاده رسميه مختومه. نسمع هذا طلع مثلي يعني، طلعت لاعب سيرك، بس ما عندي شهاده مختومه اني انا لاعب سيرك، ما عندي فن، ما عندي شهاده رسميه ان توثق. صح لاعب سيرك ومحترف وكذا كذا يعني. صح.
وسألت حتى عن برا ما يقبلون. يعني مثلا رحت ل... يعني سألت عن السيرك الروسي ممكن تأخذوني حتى لو ثلاثة أربعة، يقولوا لك لا لازم تكون 20 سنة عندنا ساكن وتقدم العروض، وثاني شيء جنسيتك ما تكون عربية يعني، عرفت. ونفس الشيء رحت سألت مصر عن السيرك القومي مالهم، 14 سنة لازم تخدم عندهم، كان الله. أنت تقدم عروض كها هذا يبقى عمر فوق عمرك يعني. عمر يعني ما في يعني شوية برع، ما في تسهيلات لهذا المجال هناك. ليش؟ لأن هناك يأخذون أعمار معينة، عندهم شروط يعني، وشروطهم أن أنت تكون ساكن عندهم. أعتقد على كلامك أنهم يبدون مع الصغارين، مع الصغار هي هي من الصغار لين ما يكبرون، من بداية يعني. صح. وهذا ترى أنا هلا أقول لك إحنا ما عدنا يعني إن رياضة غريبة يعني، الدولة مو مقصرة بس مو كل واحد بيطلع لاعب سيرك صراحة. صح نعم. إيه كلمة لاعب سيرك هي تروع أصلاً يعني نار وما أدري يعني فيها خوف يعني. نعم. ومو كل أهل بيخلون أولادهم يقول لك لاعب سيرك، لا لا يعني أكيد في شروط يعني معينة. فعشان شيء أقول لك يعني صراحة مجال جميل وشيء حلو إن أنت تكون أول واحد، بس أريد أقول لك مجال غريب على يعني، يعني ما بقول لك دخيل، غريب غريب لا. فعلا يعني. الله يعافيك واشكرك على العرض. حاضرين مره، اهم شيء تستانسون، والاهم ان جمهور عندك متفاعل بالصغاريه. زين بس بقول لك شيء، انا الحين ربيعك، اعتبرني ربيعك من سنين. اي نعم. زين انا صار عندي مناسبه مثل ما تفضلت، عيد ميلاد ولد من اسوار، خلنا اتصل لربيعي ليزرمان حميد الظاهري بيسوي لي ببلاش. ليش يسوي لي ببلاش؟ صح. ليش هذه هذا اكبر غلط. ليش زين اذا انا ما بجيب ربيعي بجيب واحد غريب ترى بدفع له. صح مو هذا اولى، خلنا اجيب ربيعي. لا ربيعي واستحي ادفع له. ما ليش تستحي ترى هو بعد بيك من مكان، وانت عارف انه عنده شركه وعنده شركة وعنده رزق وعنده ارتباطات وعنده كل شيء. لازم يعني ليش ما ننسى ان هذا ربيعي وهذا قريبي، خلاص هذا شغل الشغل هذا شغل ما في علاقات. صح زين. فاذا حد دعاك ربيعك روح بالروح دعاك قال لك انا عندي مناسبه في البيت، بتقول لي يا فلان والله يكلفك هالشيء ولا بتستحي؟ بصراحه لا الصراحه انا اقول له يكلف. انا بيني وبينك بداياتي كانت لا بداياتي خلنا من البدايه الحين احين اقول له يكلف، احين اقول له يكلف. هو فعلا يكلف ما مو كلام صح الفاضي. هو فعلا الله يكلف. الله سخر لك الشغل هذا وسخر لك الرزق هذا. اذا انت ما اخذت الرزق هذا اليوم ما بيك باكر. اذا انت سديت باب الرزق اليوم اي بس انت بتطلب حق حقك، وهذا حقك ما فيها مستحق. صح حق كل شيء يعني انت نعم. بتطلب انت مو طالب هباء منثور يعني. صح. بس في ناس يقول لك لا والله ربيعي انا استحي منه وشوي احراج. لا والله انا اقول له بيني انا انا ايه. انا اشجع ايه. انا اشجعك بالعكس. واشجع اي واحد ربيعك مو ربيعك شغلي ورزق يعني لازم ايه. انه في صح. في رسوم على الشيء هذا يعني، وهو لو يقدرك بيعطيك يعني، هو لو يعرف يقول الانسان تعب على عمره. اقصد في ناس ممكن تستغل والله هذا ربيعي ما يحتاج يدفع له، ليش اجيب واحد غريب ومش الامور. فنبغى نطلع من من هالشيء هذا يعني. خلاص الشغل شغل والصداقه صداقه والامور ماشيه يعني. صح عرف. الحين اخوي حميد احنا تكلمنا وايد عن السيرك وعن هالفن وبداياتك وكيف تعلمت وسفرياتك وكل شيء يعني. الحين اذا انا جيت هاي اللبسة هاي دخلت مزاجي أنا أبغى أشتريها يعني، أنت تقول لي والله نطلبها من الصين من روسيا وهاي. زين أنت بتطلب ملابس، أهم شيء يوم تطلب ملابس المقاس. صح. أنا كيف أعرف مقاسي؟ هاي مو أكيد شيء من برا هنا. كيف تعرف مقاسك؟ كيف تعرف إن هاي 100% صح حقك؟ أنت بتجيبها من آخر الدنيا. صح. اطلب اكبر شيء. اكبر شيء انت تطلب اكبر شيء. انا يعني من الخبره اللي انا اعرف انه مثلا خلاص للدرجه اني كنت اطلب قبل صارت لي هالاشياء، اني كنت اطلب مثلا
انا حجمي اكس لارج، كنت اطلب اكس لارج بس يومي يكون صغير. فانا حاولت اشوف القياسات، يعني تعرف انت من كثر الممارسه والطلبات خلاص انت تعرف. وطبعا البدايه كلها خساره بخساره يعني، البدايه كلها خساره هي. فمجال خبرتك خلاص انت عقب مثلا انا اطلب من الصين اكس لارج، اكس لارج ما يناسبني، مع اكس لارج في الامارات او اوروبا يناسبني. فاروح في الصين اطلب بدال الاكس لارج، اقول لهم اعطوني تربل اكس لارج مش دبل، اقول لهم تربل اكس لارج، وبعدين انا اسير اعدل. ترى انا اسير اعدل، ما في شيء يغلب كل شيء. ايه ما في شيء يغلبك يا سلام. ايه ما في شيء يغلبك. وممكن اذا انت يعني حاط ببالك مثلا انت تحس عمرك ان انت فنان وممكن انت تصنع الشيء، ممكن انت تصنعه. يعني ممكن انا في بالي اشتري 4 بدلات، بس ممكن انا اشتري بدله واحده ومن هذه البدله اتعلم اصنع 3 بدلات روحي. اكون هي انا اكون هي يعني. اكون انا وفرت وفي نفس الوقت انا مارست شيء حلو، مارست هوايه ثانيه اني اصنع البدلات بروحي. يعني هاي ممكن تستفيد منها ماديه، ممكن تبيع. انا كانوا يتصرون فيني ناس، انت تشوف شيء. او احنا ما نتكلم عن سرقه الافكار او شيء، بس ممكن انت تطلع شيء، تخترع شيء من لا شيء يعني. إيه؟ عرفت كيف؟ ويكون مصدر دخل شيء يعني. بس ان الحين في هالوقت كل واحد يبي يطلع شيء، شيء صح، شيء جديد يتميز فيه يعني. ونحن ما شاء الله بدولة الامارات انا اقول لك اي شيء مميز ما شاء الله يدعمونه. صحيح يدعمونه، بس انت كيف توصل لهذا الدعم؟ انك تسعى تنشر. ما بتي لسه، ما بتي لسه. فتطلع هذه المبادرات، تطلع هذه الفعاليه، تطلع حتى مجال شغلك ما شاء الله اللي هو ما شاء الله تجميع الاشرطه، وهذا ممكن انت تشارك فيها في الفعاليات. أكيد. يعني أكيد. بينك وبين نفسك ان انت تبغى تثبت وجودك، وتبغى توصل رساله للناس اللي مثل ما قلناها قبل، ان حافظوا على اشياءكم الجديمة. ممكن هذه الأشياء الجديمة أنت تستثمرها حتى في المستقبل. يعني إنه مو بكل شيء جديم تحسه رخيص يعني. إيه نحن قبل كنا نرخص بالأشياء، شرايط الفيديو كنا نعقها، بس متى حسينا بجيمته؟ يوم يا شخص مثلك وذكرنا. خلنا أنا اللي مستضيفك ولا أنت مستضيفني؟ فشوف ما شاء الله الموضوع يعني. فشوف ما شاء الله يعني سبحان الله في منافسة. نحن في دولة ما شاء الله الناس يعني تنافس. أخوي حميد هو اللي يطلع الشيء. إذا ما تحصل منافسة ترى أنت ما بتقدم شيء. ما بتقدم شيء. المنافسة هي اللي تدفعك أن تفكر ترى إذا ما سويت ترى في غيري. صح. إذا أنت بروحك خلاص. خلاص. سبحان الله. زي مثل ما قلت لك احنا تكلمنا عن كل شيء، أمور السرقة وكبدايات وكل ملابس وين تشتريها وشيء. أنا يتني معلومة ان انت تصنع مجسمات اعتقد ديناصورات. هذا شو هذا بعد يعني؟ هذه قلت لك الهوايه الثانيه. هذا اقول لك شو خصه في السيرك الحين. اي نعم. شوف الفكره هي مش فكره سيرك، الفكره هي فكره عرض. انا مثلا صنعت المجسمات هاي مثل ما قلت لك. وشوف السبب اللي بعد ما شاء الله اللي خلاني أيك أن في شيء عندك أنا أحبه. الرجل الحديدي، تعرفه الرجل الحديدي؟ شو الشخصيات الحلوة اللي كانت موجودة في الرجل الحديدي؟ الجمال والميز، الديناصورات. الديناصورات قبل ونحن صغار سبحان الله على أيامنا الجيل الطيبين، وها نشوف هاي الديناصورات نحسها شيء غريب، نحسها يعني اتمنى يكون عندي شيء خاصه. فقبل كنا نشتري هاي المجسمات الصغيره وهذا اشتريها جاهزه وخلاص. اشترى جاهزه تصنعها ليش؟ اي نعم. فاشترى جاهزه وهذا. فسبحان الله وانا اقدم الفعاليات يثني هذه الفكره. يعني شفت مقلب في اليوتيوب كانوا يسوونه، ان مثلا يبون شخص ديناصور منقرض. طبعا معروف انه منقرض، يعني مستحيل تحصل ديناصور قدامك. يعني قبل كنا نسمع انه بس متحف في العين عنده ديناصورات ايام حديقه الهيلي. قبل لا تطلع اي ام جي، قبل لا تطلع حديقه ثانيه في دبي ما شاء الله في حديقه ثانيه فيها مجسمات كبيره. فما نسمع ديناصور يتحرك بين الناس. صحيح. فمع الايام شفت مقلب في اليوتيوب صدفه، شفت مقلب برنامج صيني انه مثلا انا وانت جالسين وفجاه يطب يهتز المكان وفجأة يطلع لك ديناصور ما أعرف.
وهذا تم يعني انا كشخص استانست تم تضحك هني عادي الافكار تنزل الافكار تنزل تفكرها يلا كيف تصنع كيف تسوي كيف تشتري تقول لي بعد تعلمت من اليوتيوب لا صبر كيف تشتري كيف تسوي المهم صرت فعاليه في العين كانت سنه 2016 ما شاء الله كان هناك في واحد فلبيني وما شاء الله معروفين الفلبينيين حرفيين يعني حرفيين في صناعه الاشياء تعطيهم اي شيء ما شاء الله الحرفيين الفنانين يعني المعروفين سواء كان بالخشب بالحديد يصمموا لك اي شيء فالفيديو هذاك ما انساه يعني الفيديو اللي شفته ما انساه فسبحان الله صدفه شفت هذا الفلبيني في العين عنده الديناصور متوفر عنده الديناصور موجود تخيل انت شيء تتمنى تشوفه وسبحان الله انت سير صدفه سبحان الله صدفه خير من الف ميعاد مثل ما يقولون صحيح انت تشوف سبحان الله يعني ربك سخر لك هالشيء سير صدفه وتشوف هذا المجسم قدامك الشيء اللي يعني غريب يعني تعرف هاي الوقفة اللي يسمونها وقفة التأمل والأفكار تشوف الشيء قدامك كم يلا تعال هذا حين التجارب بتشتغل زين للبيع قال لي نوه للبيع نوه قلت أخي فخلاص أنا خدت التصور خدت التصور الشكل بس يعني الكواليتي هذا مش نفس الكواليتي اللي انا كنت اشوفه بس طلع بفكرة يعني طلع بشيء في نفس الوقت يعني تم ما اقول لك يعني تميت المس خلاص يعني فضول انه كيف صنع هذا الشيء تميت المس الجسم وهذا لقيت هذه الاشياء موجوده يعني متوفره المواد الخام المواد الخام متوفره وانا اقول لك اشياء رخيصه بو حديد خشب قواعد هاي خلقه يعني كلها ركبها على بعض وسوها المجسم الحين انت شفت هذا يغلبنا لا يلا رد البيت واشتغل تصاميم خرائط قياسات لدرجه اني قمت ارسم على الإدارة اللي باخذ الحجم هذا متعودين على الإدارة زين رسم مره تقول هذا مهندس مهندس يعني طلعنا من السيرك شويه ودشينا في الهندسه طبعا انت ما بتقدر تصنع بروحك يعني لازم تمر حداد تمر هذا ايه فخلاص انت خدت التصور اللي عليك انت تطبق الحين هالشيء او كبدايه بتروح للمساعدات يعني مثل الحداد الخشب اللي هم الحرفيين مال جرات الحف وهالاشياء ها, ها 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 طلع مجسم عند حميد الظاهري يا سلام وازيدك بعد هذاك جاي فتره وروح يعني شال ديناصوره وروح خلاص مو موجود في يعني يابو من برا هو ديناصوره يا قدم الارض يلا عاد منو يطلع اول واحد عنده ديناصورات ليزر مان يتك الفرصه يتك الحياه كلها فرص صحيح الحياه كلها فرص فطره تستغل الفرصه تستغل بشيء انت تحس منه فايده يعني مش انك تضيع وقتك فيه ومن انا صغير كنت مثل ما قلت لك اني انا متعلم خلاص احب هاي الديناصورات ومثل ما قلت لك الرجل الحديدي وها حطيت عمري يعني وانا كبير مكان هالصغار هل هم يفكرون مثل ما انا كنت افكر يوم صغير انا كنت محروم يعني محروم اني اشوف هذه الاشياء قدامي ليش انا ما اسوي هالاشياء للصغار قمت اطلع بشخصيات ثانيه مثل الشخصيات اللي هي السوبر هيرو سوبرمان وهذه الأشياء متوفرة هذه تروح تلبس وتطلع للصغار يعني ليش لأن يوم نحن صغار كنا نتمنى أقول الله وبصور يا سوبرمان وبصور يا باتمان فبعد هذا الهدف الثاني اللي خل يعني اللي أبغى أحققه إني أطلع بس حلو يعني أنا قاعد أسوي أنت قاعد تقول لي كلام منوع صناعة ديناصورات لاعب سيرك تقديم عروض كل إنسان له أكثر من هواية مش هواية عندك مجموعة مجموعة هواية نعم لا انا لازم امرك البيت واشوف الديناصور ولازم احط شريط رجل حديدي عند الديناصورات المقدمه هذه الله يطول عمرك سعيدين جدا بالحديث الحلو الحديث البسيط الجميل وتعرفنا على شخصيه حلوه منوعه عندها هدف وصلت للهدف ولا بعدك لا بعدني اسعى ان شاء الله
معناته انت واصل بس تقول ما وصلت على اساس استمر تطوير 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 نفسك يعني. كل انسان يقول لك انا والله وصلت الهدف مالي، هذا هنا انا اعتبره انه وقف للاشياء الجديده انه لازم يوصلها يعني، او خلاص يعني بدايه التوقف الكامل ان انا وصلت هدفي خلاص ما عندي شيء. بس تقول لي انا بعد كل هذا ما وصلت هدفي، انا اشكرك على هالشيء. اخوي ليزرمان وحميد الظاهري، احنا نبغى نختم معك هذا اللقاء الحلو اللي ما 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 ودي يخلص. شو كلمتك عن مجالك؟ شو كلمتك عن الشباب؟ شو تنصح؟ شو تقول لكل واحد في مجاله، مو بس السيرك او رياضه او الفن، في الشكل عام يعني، نصيحتك للشباب، نصيحتك كل واحد يبي يحقق حلمه، شو نصيحتك؟ النصيحه الاولى اللي اقولها ان انت عندك هدف استمر فيه. لا تقول مثلا لا تحط الماده قبل كل شيء، يمكن في اهداف انت تخسر عليها ماده بس انت بتوصل لشيء عقب، فلا تحط يعني تحط عائق ان انت مثلا ما تكمل الهدف مالك. يمكن انت الشيء البسيط يوصلك لشيء كبير بعدين، يعني لا تصغر الاشياء اللي عندك. عندك موهبه ترزق منها، عندك هدف تبغى توصل له استمر، لا تقول هذا يعني لا تحط ببالك مثلا هذا عنده وهذا عنده وانا ما عندي، لا استمر. هذا اول شيء اللي انا اقوله. والشيء الثاني حط النية قبل كل شيء. النية، انت شو ناوي تسوي؟ شو نيتك؟ شو اللي انت تبغى تقدمه لنفسك وللمجتمع؟ وطبعا اول شيء لربك اكيد، اذا شيء فيه رزق وشيء فيه حلال ربك بيرزقك. هذه الرسالة. حتى لو بداية طريقة فشل استمر. يعني بتي شوف، انت لو مو بناجح ما بتيك انتقادات، الناس كلها تتكلم، الناس في كل الاحوال بتتكلم، سواء كنت ناجح ولا مش ناجح بتتكلم. بس هذا يعني انت اللي تستمر فيه. هل بتسمع كلام الناس تودر وتسير؟ لا، انا اقول لك استمر. صحيح، وانا وايد رايك. كثير من الشباب، احنا بنختم بس ارد على كلامك، كثير وايد من الشباب عندهم طموح، شباب حلوين يقول لك لا انا جربت وخلاص ما فيني اجرب. يا اخي جرب، يا ما ناس جربت مئات التجارب، جرب 100 تجربه فشل 101 نجح. عرفت؟ صح. يعني الطريق صعب، احنا نقول لا توقف في نص الطريق او بدايه الطريق، حاول لين ما تنجح. من دام انت عندك ثقه ان هذا الشيء بينجح حاول. النجاح مو بسهوله اخوي احمد. صح، نعم، لازم كل المجال. ما بيك الشيء وانت جالس. مستحيل. لازم تتعب على روحك في كل المجالات، الرياضه، في عملك، في كل المجالات. صح. لازم تتعب، بدون تعب ما بتحصل شيء. نعم. احنا نشكرك اخوي حميد، والله يعطيك الصحه والعافيه. نتمنى لك النجاح، ونتمنى لك يطلع اسمك للعالمين ان شاء الله يا رب. من كل قلبنا نقول لك الله يوفقك يعني. خير. واحنا نشكرك على هالزياره الطيبه، وشرفتنا في نادي الفيديو. انا باك توعدني ان اللقاء الجاي يكون حققت شيء ما كان في الحسبان ان شاء الله يا رب. حاضرين وانا بسعى ان شاء الله، وبكون جايينك المره الثانيه ومبشرنك بخبر حلو ان شاء الله. يعني الله. هذا اللي اطلبه منك يعني. ان شاء الله. ما نبى الخبر بعد شهر ولا شهرين، بس نبى بعد شيء ثاني ان شاء الله. يعني ما شاء الله استانست انا وياك في الكوكتيل او مجموعه الهوايه هاي الحلوه. ان شاء الله للامام، والله يوفقك ان شاء الله ويحفظك ان شاء الله. حياك الله. الله يحييك. الله يحفظك.